ولا ننتظر دقيقتين؟ طيب، السلام عليكم جميعا. أنا بديت أتكلم عن الباراسايتس اللي هي الطفيليات اللي بتهاجم كرة الدم الحمراء. أوكي، انتراسيلولار. بلازموديوم بسبب مرض الملاريا. وتكلمنا عن اللايف سايكل تبعه. أوكي، وقلنا لكم ذا موست كومن كاركترستيك إن إحنا بنشوف الرينج فورم الموجودة في الريد بلود سيلز. هي الخاتم الموجود داخل الحلقة الموجودة داخل كرة الدم الحمراء. بلازموديوم بيسبب فيفر بنسميها باروكسيزم. الباروكسيزم يختلف من one species to other، لأنه في بعض بيظهر بعد 24 ساعة، في بعض بيظهر بعد 3 day 4 day، عرفتوا كيف؟ طبعا سبب الباروكسيزم اللي هي الفيفر هو الرابشر اوف ريد بلود سيلز، تدمير كرة الدم الحمراء. سبب التدمير انه هو بدخل التذكر المرزويز بدخل لجوا وبعمل لي شايزنت كيس وبتكاثر وبعدين بيفجر كرة الدم الحمراء بيطلع من اول جديد المرزويز بيهاجم كرة الدم الحمراء الاخرى وهكذا. تمام؟ بعدين تكلمت عن الفروقات المورفولوجي او ايش الفروقات اللي بين الفايف سبيشيز الجدول. وقلت لكم ركزوا عليه لانه هذا الجدول يعني بيلخص كل الكلام. طيب، تكملة للكلام اللي احنا ذكرناه سابقا، هدول اللي ذكرته انا الان، في شغله نتكلم عنها فيسيولوجي، الفيسيولوجي اوف بلازموديوم. الغريب انه حتى انواع كرة الدم الحمراء اللي بيهاجمها الجماعه البلازمود بيختلف من one species to other. مثال على ذلك، إنه مثلاً بلازموديوم أوفر لوفايفكس بيهاجمه only attack only immature cells اللي هي reticulocytes من red blood cells. يعني قبل ما يصير red blood cells mature بيهاجمها immature، بيهاجم immature red blood cells اللي هي reticulocytes. أوكي؟ في حين بلازموديوم ملاري attacks only cement أو سيمينيسنت سيلز. أوكي؟ مظبوط الاس ولا ار؟ اس حرف صغير. تمام؟ هاي النقطة لازم كمان تتذكروها، ايش كرة الدم الحمراء اللي بيهاجمها؟ امتى بيهاجمها بالضبط؟ هل هو ماتشور؟ ايماتشور؟ أوكي؟ هذا بتهمني كمان. ماتشور، نعم. ليش البلازموديوم فالسي بارم هذه in contrast للبقية انه بهاجم الريد بلود سيلز in all ages in all stages سواء كان ايماتشور او ماتشور. عشان انا دائما بقول لكم بركز على البلازموديوم فالسي بارم لانه فيها صفات كثيره مش موجوده في other species ويعني common للبلازموديوم فالسي بارم هذه الكاركترستيك. تمام؟ الشيء الاخر اللي هو بيتكلم عنه هو دافي بلود جروب. Plasmodium species in case plasmodium vivax the site of closely related to the Duffy blood group antigens FYA and FYB. Okay, هذا إيش مقصود بال FYA FYB؟ عبارة عن different receptors موجود blood cells. بسميها Duffy blood group. تمام؟ شو ميزة هذا Duffy blood group؟ إنه لما يكون ده في هذا negative individuals يعني ما في هو constitute most people of West Africa. هذا الكلام جماعة West Africa عندهم مناعة ضد الملاريا بمعنى آخر. ليش؟ لأن عندهم negative Duffy group. So therefore they are resistant to vivax ملاريا اللي هو منتشر عندهم. الناس أو الجماعة اللي عندهم Duffy blood group negative they are resistant to the خاصة هذا اللي هو الفايفكس اللي هو بلازمودوم فايفكس. وهذا الكلام موجود في المنطقة اللي هي الناس اللي عايشين في الويست أفريكا.
وجدوا إنه دفن بلود جروب عندهم نيجاتيف، فدي ار ريزيستنت الإصابة بالملاريا. الشيء الآخر إنه الريد بلود سيلز تحتوي على سيرو جلايكوبروتينز، خاصة جلايكوبروتين إي، وهذه عبارة عن ريسبتور خاصة بلازمودوم فالسيبارم. يعني هذا الزائدة هاي أو هاي الجلايكوبروتين إي اللي عبارة عن سيرو جلايكوبروتين موجود في الريد بلود سيلز هي عبارة عن ريسبتور بالنسبة لبلازمودوم فالسيبارم، يعني مهم. هنا في نقاط مهمة جدا لازم نتذكرها، إنه امتى هذا السبيشيز بهاج القدم الحمراء، هل هو ماتشور ام ماتشور؟ هذا واحد. اثنين اللي هو دافي بلود جروب للريد بلود سيلز، الوحيدين اللي هم ريزيستنت للملاريا بلازموديوم سبيشيز خاصه اللي هو الفايفكس، الجماعه اللي هم عندهم دافي نيجاتيف انتيبوديز، وهذول موجودين في وسط افريقيا موجودين. هذا بالهيماتولوجي ما بعرفش، اسأل الهيماتولوجي ما بعرف، بحكيش بشغل ما بعرفهاش. تمام. والريسبتورز الموجودة في الريد بلود سيلز اللي بيمسك فيها بلازما بنسميها جلايكوبروتين اي، هي سيرو جلايكوبروتين اللي هو جزء منه اللي هو جلايكوبروتين اي، اللي هو عبارة عن ريسبتور موجود على السطح الريد بلود سيلز بيمسك فيها بلازمودوم فالسيبارم. تمام. انتقل للشيء الثاني. هنا بدي أركز على الأشياء التالية اللي يبدأ بتكلم عن هنا السيكل سيل جين which would other will be أو others be disadvantages is very common in subpopulation living in malaria. okay. هذه أنا بركز عليها، الهيموغلوبين S اللي عبارة عن السيكل سيل أنيميا، أحب سمع اللغة العربية اللي هي القدم الحمراء. نعم. كل شكلها بنجلي، وهذه موجودة كثير ناس عندهم، لأنه من أنواع أمراض الأنيميا فقر الدم. كرة الدم الحمراء بدل ما تكون باي كونكيف تكون شكل سيكل سيل، وهذه مشكلتها لما تروح للليفر بتسكر الفلتريشن، فبروح بيسكر المجرى الفلتر هذا، فبيعمل بروكينج لمرور الدم، فبيعمل مشاكل عند هذول الناس. تمام. طب شو علاقته بالجماعة اللي هم البلازموديوم؟ إنه بلازموديوم لأنه هو بيكسر قدم الحمراء بيعملها رابتشر، فممكن يتحول إلى الشخص هذا يصاب بمرض سيكل سيل أنيميا، واحدة من المسببات يعني. تمام؟ لأنه بيكسرها بيدمرها فبتغير شكلها شكل منجلي مش شكلها الطبيعي. تمام؟ الشيء الآخر ركز عليه كمان، في أشياء معينة بدي أركز عليها يعني. هنا يعني التركيز على السيكل سيل أنيميا إنه هو واحدة من مسببات البلازمود نتيجة رابشر للريد بلود سيلز، هذا المقصود. تمام. هنا بتكلم عن سيميلر بروتكتيف إفكت مي بي إكزيرتد باي هيموغلوبين سي دي أند إي ثلاسيميا جلوكوز 6 ديهيدروجينيز أور بايرودكسال كايناز ديفيشنسي، بيكوز هذول كلهم هاي الأمراض اللي هي أمراض إحنا بنسميها أنيميا have been found more frequent in malarious areas، يعني موجودة في المناطق اللي فيها الملاريا هاي الأمراض. سبب وجود هاي الأمراض هي كلها عبارة عن فقر الدم، أنيميا أنواع، أوكي، حتاخدوها في الهيماتولوجي، سببها الملاريا، هذا المقصود من هون. الشيء الآخر هون بالنسبة للفيسيولوجي حنركز عليها اللي هي النيو انتيجنز هذا، اوكي. هذا النيو انتيجن اكوبيد اوف باراسيتيك نيو انتيجن ريندرينج ذا ار بي سي سسبتبل تو اميونولوجيك اتاك. النيو انتيجنز مع هذا الملاريا بتفرز النيو انتيجن خاصه بحديث الولاده، فبيعمل مناعه، يعني مناعه مش مناعه للانسان وانما مناعه للفيروس للباراسايتس ضد المناعه. هذا النيو انتيجنز بيحمي البلازمويديوم فروم ايميولوجيك كونتاكت، بيحميه، اوكي. فهنا كاتب انه مثلا بلازمويديوم فايفكس بلازمويديوم اوفر ستيميت ذا برودكشن اوف
احنا حكينا عن الكافيور فيزيكال كومبلكس which are visualized as Schaffner dots. وهذا تكلم عنها سابقا. تذكروا النقاط اللي ذكرتها لكم Schaffner dots. لكن في بلازما فارسي بارم ما عندنا شيء اسمه Schaffner dots. عندنا شيء مختلف اللي هي Manners dots. مختلف. هي نفس الشكل dots بس هذا يسموها Schaffner وهذا يسموها Manner. Manner بس لبلازما فارسي بارم. تمام؟ وقلت لكم الشغلة الوحيدة اللي بيميز بين الفايبكس والأوفنر في كل شيء بيشبهوا بعض. هو شكل الدم الحمراء بيكون اوفن ومايكروفيلمنت. هو هذا بس الوحيد اللي بيميز بين الاوفن والفايبكس شكل الدم الحمراء. طيب الشيء الاخر كمان بركز عليه هون في هذا السلايد في بالنسبه للفيسيولوجي انه ملاريا باراسايت سينثيسايز فوليتس فوليتس اللي هي فوليك أسيد الجسم بنتج فوليك أسيد فهو له دور في التأثير حتى عندنا في الهيماتولوجي في عندنا فوليك أسيد ديفيشنسي هو نوع من أنواع أمراض الأنيميا كمان بمعنى آخر كل كلام هون المذكور هو أنه الملاريا هاي بتسبب أمراض فقر الدم اللي هي الأنيميا أنواع وأشكال ممكن يكون فوليك أسيد أنيميا deficiency ممكن يعطيك glycosylated dehydrogenase deficiency okay ممكن يعمل sickle cell anemia كل أنواع الأمراض سببها اللي هو الملاريا هذه اللي هي البلازموديوم تمام طبعا إيش السبب في ذلك إنه بيعمل rupture للريد بلود سيلز وبيعمل تدمير للهيموغلوبين فعليا okay فهذا السبب هذا اللي حنا بركز عليها. هومايزر احنا ذكرناها سابقا. هو بعيد شرحها هون. احنا ذكرنا منشن بريفيوسي احنا ذكرناها سابقا. فكعلاج للاشخاص اللي عندهم فوليك اسيد ديفيشنسي سبب الملاريا انه بعطي انتي فوليت انتي مايكروبيال such as اللي هو هذا الدواء اللي هو باراميثامين are effective انتي ملاريال agents. هذا عبارة عن علاج ضد الملاريا اللي بتسبب فوليك أسيد ديفيشنسي كعلاج. طيب نتكلم عن growth in the laboratory. إحنا طبعاً الملاريا أو الباراسايت ما بنزرعها في المختبر. مش زي البكتيريا. أوكي. فإحنا بنعمل إشي اسمه اللي هو blood smear. بجيب شريحة زي ما قلتلكم المرة الماضية بنحط عليها نقطة دم في الزاوية وبجيب شريحة بزاوية 30 درجة أو 35 درجة برجعها للخلف بنتشر الدم بعملها سبريدنج تمام؟ فبيعطيني ثيك وثين ثيك هي المنطقة البداية لأن بكل كودة الحمراء عم كمية كبيرة وداخلين بعض لما تبعد لتروح للأمام بتلاحظ الكودة الحمراء مفصلين عن بعض هذه ثين تمام؟ فاحنا بنعمل هاي الشغلة اللي هي عشان نشوفها لكن احنا كزراعة احنا ما بنزرع الباراسايتس الشغلة الأخرى اللي هنا اللي بنركز عليها بس هي هاي بس أوضح النقطة هاي إنه احنا ما بنزرع في المختبر زي البكتيريا أوكي؟ بس احنا نتكلم عن الباثوجينيسيس في عدة أنواع. أشوف أنا برجع الآن بتكلم عن مرة ثانية. فيفر. فيفر معناه باروكسيزم. الباروكسيزم بيختلف من one species to other. بعيد نفس الحكي. فواحد من الأعراض المهمة جدا للملاريا أو الإصابة بالبلازمودي بسبب الملاريا هي الفيفر. بس الفيفر أو ما يسمى الباروكسيزم بيختلف من واحد إلى الثاني. وهذا ذكرناه في أول سلايد. اثنين. المرض الآخر هو الأنيميا وأنا ذكرت قلت لكم إنه لما تكلم عن الفسيولوجي إنه نتيجة رابتشر لكرة الدم الحمراء بغير شكلها ممكن يعمل عند هذا المريض سكلس الأنيميا ممكن يعمل عنده ثلاسيميا ممكن عنده جليكوز 6 فوسفيت ديهايدروجينيز ديفيشنسي أوكي أو فوليك أسيد ديفيشنسي كلها أنواع الأمراض الأنيميا نتيجة تكسير كرة الدم الحمراء وتحطيم الهيموغلوبين الموجودة فيها داخلها. فالأنيميا هي واحدة من مسببات الأعراض وهذا الكلام موجود هون.
الشيء الآخر إنه هو بيأثر على circulatory change، يعني هذا بيعمل high fever، الحرارة اللي بنتجها هو results in significant vasodilation، إن الأوعية الدموية بتتوسع. تتوسع ليش؟ لأنه جسم غريب موجود، فكل كرة بيضاء والحمراء كلها بتجري هذيك المنطقة عشان تقضي على هذا الباراسايت أو هذا الأورغانيزم أو هذا الأنتيجين الجسم الغريب، فيؤدي للتوسع. تمام؟ فهذا المقصود هون إنه مثلاً بعطيك بلازمودو فالسي بارو مالاريا فازوليشن ليست تو ذا ديكريز ان ذا افكتيف اوف سيركيليشن بلود فوليوم، يعني فوليوم يعني بيقلل من الدوره الدمويه وبيقلل وبيعمل هايبوتنشن. هايبوتنشن يعني بينزل ضغط طلوع، هاي واحد من الاعراض. يعني هو له تاثير على البلود سيركيليشن، سببها اللي هو فازول. فبعطيك مثال هي بلازمودو فالسي بارو شو بيصير بالضبط. تمام؟ هنا من الأعراض اللي بتصير كمان اللي هي إنه الشخص هذا بصير عنده precipitate tissue hypoxia، بصير عنده lactic acidosis، وبصير عنده hypoglycemia. أوكي؟ هاي الأشياء نتيجة vasodilation، أوكي؟ سببها plasmodium falciparum. أحياناً بوصل للدماغ فبيعمل cerebral malaria. تمام؟ سريبرا ملير معناه أنه وصل للدماغ فبيدمر الدماغ. هذه المرحلة الأخيرة بتكون. كمان أعراض الأخرى أو اللي هي الحين ملاحظ في جماعة الناس اللي عندهم ملاريا هو السيتوكاينز. السيتوكاينز أنا ما بعتبرهاش سيمتوم. السيتوكاينز هي عبارة عن سبوت بروتينز تظهر على شكل سيجنالز، إشارات، وهي عبارة عن إشارة بتخرج من خلية مصابة إلى خلية غير مصابة. يعني كرة دم حمراء، واحدة من كرة دم حمراء فيها البلازموديوم، هذه بترسل إشارات إلى كرة دم حمراء الأخرى إنه انتبه في ملاريا هون، في بلازموديوم، انتبه احمي حالك. اللي بيعمل هذا الحكي اللي بيخبي الخلية الثانية بسميها سايتوكاينز. سايتوكاينز أنواع، منهم السايتوكاينز اللي بيظهروا في المرضى اللي عندهم ملاريا فعلياً اللي هي انترلوكين 1. TNF معناها tumor necrosis factor. tumor necrosis factor هدول الاثنين بيظهر عالي عند الناس اللي عندهم ملاريا، عبارة عن إشارات تخرج من كرة الدم الحمراء المصابة إلى كرة الدم الحمراء الغير مصابة إنه انتبه إنه في أو في بلازمود حيجي يهجم عليك. فشو بيعمل كرة الدم الحمراء الأخرى لما تيجي الإشارة هاي؟ بيحمي حالها، فلما يجي بيدمرها. وهي فكرة الفاكسين أصلاً. الفاكسين عبارة عن كائنات بكتيريا أو فيروسات مضاعفة تدخل جوا الخلية، فهي الخلية لكون هذه الجراثيم ضعيفة ترسل إشارات إلى الخلايا الغير مصابة إنه انتبه، وبتفعل الإميونيتي سيستم. فإحنا في الجماعة اللي عندهم ملاريا واحدة من التسعة اللي نعمل تدتكت إنه هذا الشخص مصاب ملاريا ولا لا، نعمل تدتكشن لوجود الانترلوكين 4 وتيومر نيكروسيس فاكتور. إذا موجودين اثنين وعالي معناه هذا الشخص عنده ملاريا. هاي واحدة من الأشياء. تمام؟ هذا بس كوضحة واحدة من الانديكيشن للانترلوكين، بركز على هذا. elevated معنى ارتفاع في الليفل اوف انترلوكين 1 tumor necrosis factor خاصة بالإصابة بالملاريا. أشياء أخرى كمان أو نحن ممكن نشوف عند الناس اللي عندهم ملاريا. الشيء الآخر اللي هو إنه الأشخاص هذو بيصير عندهم glomerulonephritis. عارفين glomeruli وين موجودة؟ وين موجودة؟ في الكيدنيز، أوكي؟ وهي النقطة اللي بيعمل فلتريشن للدم، صح؟ بيعمل فلتريشن للدم وبأخذ منه كل المكونات اللي فيها اللي هي الويست. لكن لما يصير دامج للglomeruli بنزل اليورين، البلود فيها دم. ليش؟ لأن ما في فلتريشن، فبنزل دم مع البول. تخيلوا لوين. فالجلوميرولاي مهم جدا، إذا تدمر مصيبة، فبنزل دم مع البول، بليدنج عند الشخص هذا. فهذا
جماعة الملاريا بيعمل جلوميرولايتس، يعني بيدمر الجلوميرولاي. أوكي؟ خاصة في الأشخاص مصابين بلازمودو فالسيبارم، حنركز على هاي. شوف أنا بركز على بلازمودو فالسيبارم هو أكثر شيء. فإذا واحدة من البروجريسيف، يعني إذا هذا الشخص لم يعالج، واحدة من البروجريسيف اللي بتصير، يعني التطور اللي بصير عنده في السيمتومز، إنه ممكن يوصل يصير عنده glomerulonephritis. هاي واحدة من الأعراض كمان بتظهر عنده. تمام؟ هذا الجدول كمان مهم. كمان بيميز between different species. إيش الفرق بينهم؟ incubation period. هاي 10-17 مثل Vivex. الأوفر نفس الشيء. ملاريا 18-40. طبعاً days أنا بتكلم عن أيام. 8-11-9-12. أوكي؟ duration of entered infection. المرحلة اللي ما بيتم فيها العلاج اللي هي 5-7 years. 12 months. 20+ years. يعني أكثر 20 أو أكثر. 6-17 months. هذه لغاية الآن مش معروفة لأنه اكتشفها جديدا هذا النوع من البلازموديوم. مش معروف duration of entered infection. مين اللي بيسبب أنيميا أكثر شيء؟ بلازموديوم فالسيبارم، لأنه أربعة. الأقل منه اللي هو ملاري، فايفكس، نولونسكي. أقل واحد فيهم هو هذا الأوفر. يعني أنا لما بطلع على الجدول هذا، مين أكثر واحد مين أقل واحد؟ مين اللي بيعمل أنيميا أكثر شيء؟ فالسيبارم. مين أقل واحد بيعمل أنيميا؟ أوفر. هيك أنا بطلع، هيك بيجي أسأل على هاي الأشياء. أما الأشياء اللي زي بعض ما بجيبها. نيجي مين اللي بيلعب دور أو بيعمل انفكشن للصدر، اللي بيعمل سيريبرال ملاريا. أكثر واحد بيعمل سيريبرال ملاريا هو نفس الشيء، بلازموديوم فالسيبارم. عشان بتقولكم أنا بركز على فالسيبارم لأنه فيها أشياء كثيرة بيعملها وفي الكاركترز تبعتها مش موجودة في بقية السبيشيز. يونيك. يونيك يعني مميز. أوكي؟ بالنسبة للرينال انفولفمنت، أكثر واحد اللي بيعمل انفكشن للرينال بيعمل جلوميرولونيفرايتس هو هذا بلازموديوم ملاريا. إذا تلاحظوا بلاس 4. البقية بلاس 1 بلاس 1 يعني قليل نادر. فهذا الجدول كمان مهم. نيجي لبرتي داجل. زي ما قلت لكم احنا بنعمل بلود سمير، نشوف ثيك اند ثين بلود سميرز. ليش انا بطلع على الثين؟ انا بتطور على الرينج فورم. بناء على شكل الرينج فورم بعرف شو النوع السبيشيز البلازموديوم. الشيء الاخر اذا بدي اشوف كمان شفنا الدوتس او بشوف من الدوتس. اذا من الدوتس موجوده معناها هذا بلازموديوم فالسيبارم، اللي هو الوحيد اللي بيعمل هيك. اذا شفنا الدوتس معناها اوفل او فايفكس. كيف اميزهم عن بعض؟ بشوف كل دم الحمراء كيف شكلها. هل هي اوفل ومعها مايكروفيلمنتس؟ اذا اوفل مايكروفيلمنتس معناها اوفل مش فايفكس. بناء على الجدول اللي ذكرته سابقا. عرفتوا كيف؟ التست الاخر ممكن احنا نعمل في الملاريا عشان نستدعي فيها هي البي سي ار، بلايمريز تشين ريأكشن. بعرفش بتاخذوها مع الدكتوره لمعة اللي هي الجينيتكس، بي سي ار تشين ريأكشن جينيتك ستاديز. اوكي، فهذا واحد من التست كمان كان بيوز تو ايدنتيفاي سبيشيز بريزنت. بس احنا باراسيتولوجي اكثر نعتمد عليه هو هذا السمير، واللي بيقرأه فعليا هو الفيزيشن. انتوا بتسموه حكيم، هذا المصطلح ما احنا ما بنستخدمه، بنسميه يا فيزيشن دكتور. فيزيشن دكتور نفس المعنى، طبيب، طبيب اخصائي باراسيتولوجي. هو اللي بيقرأ بيشوف السلايد وبيكتب التقرير انه هذا المريض شو عنده. تمام. شكل كرة الدم الحمراء مهم جدا. إذا كان شكله سكل، شكله فيها يعني أشكال وأنواع أو عشان نحدد نوع المرض. عشان واحدة من التست حتطلبها هو الهيماتولوجي صراحة، مش بس الباراسيتولوجي تيست. أنت كطبيب بيجيك مريض عنده ملاريا تطلب تو تيست، باراسيت كلتشر أو مش كلتشر اللي هي تيست، هذا الميكروبيولوجي للباراسيتولوجي لاب، وهيماتولوجي. هيماتولوجي ليش؟ هيماتولوجي لأنه بيعملوا سمير اللي هو thin and thick smear، و
وشوفوا الشكل كوردم الحمراء كيف شكلها، هل هي على شكل سكل سيل انيميا، هل هي مكسره مقطعه، هل فيها فورم. هذا كم جماعه الهيماتولوجي بيشوفوها كمان، كمان عندهم طبيب هناك هو اللي بيكتب هذا وبيكتب التقرير. تمام، نيجي للعلاج اللي هو اخر شيء او قبل الاخير. اهم علاج بنستخدمه كعلاج للملاريا اللي هو الكلوروكوين، هذا خاصه للبلازمودوم فايفكس اوفل البلازم ملاريا بنستخدم، وهذا كروسكي انفكشن بنستخدم هذا الدواء اللي هو الكلوروكوين. واحدة من المشاكل اللي بنواجهها مع الملاريا انه هو بيكم ريزيستنت للادوية هاي اللي هي انتي باراسايتك او انتي ملاريا. كل 3 سنين 4 سنين لازم يلاقوا دواء جديد، او بيحدثوا الدواء نفسه، بيعملوا له ابجريدنج، بيعملوا نيو جينيريشن. الغريب في المسألة انه الملاريا او البلازمودوم بيكم ريزيستنت بعد فترة زمنية بيكم ريزيستنت للانتي ملاريا، وهذه المشكلة بنواجهها لغاية الان. ما في علاج بيقضي عليه تماما، او يعني بيقضي عليه لفتره زمنيه معينه وبعدين فجاه ما تشوف الا هذا الملاريا بيكم ريزيستنت، او البلازمودوم هذا ريزيستنت لهذا الانتي ملاريا. بطل المفوفه بتدور على دواء اخر، وهي وظيفه الشركات الطبيه او المصانع الطبيه او جماعه الصيدله. اوكي، الدواء اخر ممكن نستخدمه اللي هو سبلمنتري تريتمنت ويت بيراميكوين، هذا كلوروكوين مع بيراميكوين يستخدم خاصة الناس اللي ما عندهم ليفر هايبو تنشن. أوكي، خاصة في مرحلة اللي هو هايبو نازايت، هذول الاثنين بيستخدم مع بعض، بيستخدم بيراميكوين وكلوروكوين في حالة بلازمويدوم فايبرس اند اوفن. وهذا بروفايل جلوكوز 6 فولد هيدروجينيز از نورمال، فإذا قست جلوكوز 6 فولد هيدروجينيز في المرحلة بيكون نورمال إذا قسناها. أوكي، بستخدم في هاي الحالة الجلوكوز لازم يكون نورمال، بيكون الشخص يساوي فايفكس أو أوفن، في هاي الحالة بعطيه كلوروكوين بريماكوين. هذه المرحلة بعطيه لما يكون is important to destroy the liver hypozoid. طيب نيجي للبلازمودوم فالسيبارم. بلازمودوم فالسيبارم لواحد عالم لحاله، الدواء اللي بيأثر عليه هما هدول كوينين بلس توكسي سايكلين، اثنين هدول توكسي سايكلين أو أرثيميني اللي هو هذا أرثيميثر، أوكي، مع اللي هو الليموفرنتراين أو أتوبيكون with بروغوانين. أسماءهم غريبة. أوكي، أنا دائما بواجه بالباراسيتولوجي أسماء غريبة، هي حتى أسماء الباراسايتس غريبة شوي، مش زي البكتيريا أصلا بالنسبة لي. فكل هاي الأدوية اللي ذكرها هون عبارة عن 2 أو 3 مع بعض لعلاج المرضى اللي عندهم بلازمودوم فالسيبارم. فالعلاج في حالة البلازمودوم فالسيبارم يختلف تماما عن الفايبكس والأوفن. أهم دواء يستخدم في الكولوسكي هذا هو الكلوروكوين اللي ذكرناه سابقا. تمام، واحدة من المشكلة اللي بنواجهها زي ما قلت لكم احنا دائما في الانتي ملاريا انه الدراج ريزيستنس، هاي المشكلة اللي بنواجهها. وذلك العلماء او المصانع الطبيه هاي على الدوام بدل مشغلين يلاقوا دواء جديد، او بضيف على الدواء هذا نفسه اضافات جديده عشان يمنع، لانه ما دام هذا بيكم ريزيستنت لهذا الدواء معناه له القدره ان يفرز مركبات تكسر او تدمر الانتي ملاريا هذا. فاحنا بنروح بنقوي هذا الانتي ملاريا بنضيف عليها مواد عشان نبسطها. احنا لما اكتشفنا البنسلين كان يقضي على البكتيريا ممتاز ما ليش سايد افكتس، لكن بعد ذلك لاحظنا ان هذا البكتيريا بيكم ريزيستنت للبنسلين، فرحنا طورناها الى امبسلين. كيف طورناها؟ انه اضفنا عليها مركبات يحمل البي لاكتم رينج، فالبيتا لاكتم ما تقدرش توصل البيتا لاكتم رينج وتدمرهاش، فبصير هذا مطور محدث. نفس الكلام للسايكلوسفورين اللي هو في جينيريشن 1 و 2 و 3 و 4، اخذتوه هذا الكلام صح؟ في الفارماكولوجي. عرفتوا كيف؟ يعني هي التطور نفس الدواء بس بتروح عليه مواد يحميه. فبيقضي على البكتيريا لفتره زمنيه معينه وبعدين نكتشف شغله جديده من واحد بنطور. اوكي؟ هذه المشكله موجوده في كل انواع الاورجانيزمز ما عدا الفيروسات طبعا، الفيروسات ما لوش علاج.
حتى الدواء هو أنتي فيروس للفيروسات هو بس بيعمل inactivation فقط شو معنى inactivation الفيروس بس ما بيقضي عليه وقف الدواء بيرجع زي البعض زي ما كان سابقا كان ما تأثرش تمام بالنسبة للprevention الإصابة بالملاريا إن إحنا نقضي على الموسكيتوز أي تجمعات ماء لازم ننشفها وذاك الملاريا منتشر أكثر شيء في المناطق اللي فيها مية مياه ركود مية راكدة يعني مستنقعات هاي مصدر للموسكيتوز والموسكيتوز هو اللي بيصنع البلازموديوم اللي بتسبب ملاريا المناطق الموبوءة عادة احنا لازم نوزع الناس اللي هو بروفيلاكتيك اوكي انتي ملاريا قلت لكم في شلالات نياجارا هناك الناس كل واحد منهم بيحمل لأنه الموسكيتو حجمه كبير الموسكيتو شفته يعني هذا حتى من فوق الجاكيت بدخل بدخل الإبرة تبعته هاي اللي فوق القدام دخلها بتمشي مسافة ومش بس هيك إذا ما حطيت عليها اللي هو الأنتي ملاريا على شكل هيك بتحطه على الجلد بتشوف اللحبة الكبيرة طالعة زي الحساسية بعمل تنتفخ اوكي هذا بس بالنسبه لاستخدام الادويه اللي ذكرناها سابقا في المناطق الموبوءه بالاصابه او الناس اللي بده يروح يزور مناطق الموبوءه يعني واحد في الاردن بده يروح يزور افريقيا احدى دول خاصه الجماعه اللي بيشغلوا الطيران هذول خاصه المضيفين والمضيفات بيروحوا هناك وبيطلعوا بروح يشتروا اغراض رخيصه الا هم مصابين بالملاريا البعوض بيعضهم بقرصهم يعني بايت فيصابوا بالاصابه بالملاريا فهدول الناس بياخذوا قبل ما يروحوا ياخذوا مفيش مطعم وانا باخذوا دواء يعني استعداد للهجوم او اصابه يمنع الاصابه بالملاريا تمام هذا بالنسبه للملاريا نيجي البابيوسس بابيوسس مصدر زيونوسس حيوانات مصدره اثنين كمان هذا بها انترسلر بيعهاج قدم حمراء بيعمل رينج فورم كمان بس الفرق بينه وبين الملاريا انه عدد الرينج فورمز اللي بيعملها بابيوسس 3 الى 4 هذا كوان هذا لا بيعمل 3 ل 4 رينجز بتشوف داخل قدم الحمراء داخل قدم بتطلع عليها بتشوف 4 رينجز موجوده في حاله البلازموديوم واحده بس كلهم عبارة عن single dot مع عدا بلازموديوم فالسيبارم فيها two dots تذكروا two dots المقصود فيها يعني فصين اثنين يعني زي كانوا ماستين بمعنى آخر لما تشتري الخاتم يعني يكون فيها ماس واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أوكي هذا الفرق بينهم طيب نيجي البابيوسس هذا زي ما تقول هو عبارة عن ترسلة عبارة عن سبورزوا سينجل سن مصدر زيونوسيس حيوانات وبنتقل الإنسان أكسيدنتلي نتيجة احتكاكه بهاي الحيوانات فيؤدي الإصابة أهم واحد المنتشر في الولايات المتحدة المنتشر أكثر في هذا بابيسيا مايكروتاي هو بسبب بابيوسيس خاصة اليونايتد ستيت الحيوانات اللي هي تنقل أو تلقوا الحشرة اللي تصنع بلازموديوم زي الدير كاتل اند رودنتس اوكي هذه الحيوانات اكثر شيء وبتصيب الانسان اكسيدنتلي نتيجه احتكاكه بهاي الحيوانات بطريقه الصدفه الحشره اللي هي بتنقل او بتصنع البابيسي هاي اسمها هذه اكسودس تكس تكس هي حشره صغيره اوكي لما نتكلم عن لايف سايكل هي التكس اللي هي شكلها موجوده على الحيوانات هاي فاي شخص بيتعامل مع هاي الحيوانات او يلمسها هذا التكس بيعمل له بايت بيعضه فبنقول له بابيوسس هذه او بابايسس اوكي طبعا هون خليني ارجع طيب اذا السلايد الاول انه هو عباره عن زيونوسيس بسبب الانسان اكسيدنتلي
مدام زينورس معناها إيش بصدر هو الدير كتن and رودس دير اللي هو نوع من أنواع الغزلان نعم أوكي هو عبارة عن إنترسيلر سبوروزوا سبوروزوا معناها سينجل سيلر تكون باراسايت سينجل سيلز أو ملتي سيلر إذا سينجل سيلز فهو سبوروزوا إذا ملتي سيلر فهو وورمز اللي هي الديدان إحنا ما لناش علاقة بالديدان إحنا بنتكلم عن سبوروزوا اللي هي سينجل سيل فهذا عبارة عن سينجل سيل وإنتر سيلر وبيهاجم تحديد الكودوم الحمراء الشيء الآخر هو الحشرة اللي بتصنعه بتصنع البابيسز هذا اللي بتصنع بابيوسز هو هذا اسمه أكسودس تيكس هاي الحشرة أوكي والمرض المنتشر في الولايات المتحدة اسمه بابيسيس مايكروتاي نيجي للفيسيولوجي أند ستراكشر زمان هو بيصيب الإنسان أكسيدنتلي إنه بيحتك بالحيوانات اللي في عليها التكس هاي اللي ذكرناهم سابقاً، أوكي؟ شو بيعمل هذا بابيوسس؟ بيعمل infectious pyriform bodies هذا إشي مصطلح أتكلم عليه بعد شوي لما أتكلم عن life cycle تبعه. الغريب الشغلة الغريبة فيها هون إنه هو بيتكاثر binary fashion multiple by binary fashion. مصطلح binary fashion هذا إحنا بنستخدم بكتيريا فقط. شو معناها binary fission؟ إنه الديني بنقسم إلى اثنين وبعدين الخليتين بنفصل عن بعض وهذا الكلام بيصير في البكتيريا أكثر شيء وأنا كنت دائماً كنت أقول binary fission بس في البكتيريا مش موجود في الأعضاء في الكائنات الأخرى لكنه موجود في هذه بابيسس لما يقول لك binary fission معناها إنه الديني تبعه وتبع الخلية هاي بنقسم إلى اثنين وبعدين بنفصل عن بعض فبنتج لي خليتين وهذا الكلام بنعمل هون طبعا اللي بيعمل هذا اللي هو تروفوزويت اللي بيكون موجود داخل القدم الحمراء بيصنع لي تروفوزويت تروفوزويت بتقسم بتكاثر باينري فيشن في النهايه بيصنع لي تترا يعني اربعه اوكي عندي لما يصنع اربعه دي لايز ايريثروسايت بكم القدم الحمراء بيدمرها فبصير لما تيجي تدمر القدم الحمراء بصير فيفر دغري بصير فيفر ريليزنج اللي هو ميتروزويت نتيجة الكسيل الحمراء بطلع ميتروزويت يعني شو اللي بصير فعليا في داخل جسم الإنسان إنه هذا البابيوس لما بدخل داخل جسم الإنسان بهاجم القدم الحمراء وبصنع لي شيء اسمه بايروفورم بوديز هاي بتتحول إلى تروفوزويت هاي بتنقسم باينري فيشن يعني دي ان ايه بنقسم لاثنين وبعدين بنفصل عن بعض فبنتج لي أربعة تترا لما يصنع لي أربعة دغري بيفجر القدم الحمراء هاي وبيطلع منها إشي اسمه ميرازويت بيرجع مرة تانية ميرازويت بهاجم القدم الحمراء الأخرى وهكذا بيكرر تمام وراح أوضح الآن بالرسمة this can reinfect other cells or to maintain the infection يعني بهاجم القدم الحمراء الأخرى وهكذا العملية مستمرة عشان أوضح هذا الحكي اللي هو هون هنا في الإنسان هنا في الحشرة هاي التكس اللي بيصنع بابيسز هذه هو التك في المعدة تبعته في القد تبعه التك هذا بياخذ القدم الحمراء من الإنسان أوكي من هذه المنطقة انجستد وبعدين بتحول تروفوزويتس شيء مزبوط نو اللي هو هذا الحشرة بتاخذ الدم القدم الحمراء انجستد تحول تروفوزويت الفاجوسايتس by intestinal epithelium where sexual division occurs the sexual عم يتكاثر الاجنسي في الامعاء تبع الحشره هاي اوكي فواحد من الاثنين يا اما بيعمل فيرميكال اوفري وترانسفيرجن ترانسميشن وبتحول بيرفورم بوديز هذا عباره عن infectious stage هو هذه الحشرة لما تلسع الإنسان تعطيه هذا بيرفورم بوديز لما يدخل للإنسان يدخل داخل القدم الحمراء ويبدأ يتحول إلى يعني يتكاثر إلى تترا اللي هو أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة زي ما تشايفين أوكي داخل القدم الحمراء وبعدين بيطلع بيفش القدم الحمراء بيطلع منها ميرازويتس تمام وبيصنع لي تروفوزويتس
بيهاج بطرفون مرة تانية بيعمل تروفوزايت وهكذا. السيركل اللي هون بيعيد نفسه أو إنه بتحول لتروفوزايت أوكي وبيعمل دايجنوستيك ستيج إنه إحنا بجيب هذا الحمراء بشوف هدول الأربعة موجودين الرينج فورمز الأربعة هدول موجودين ولا لا. كيف بعرف إنه الشخص عنده بابيوسيس؟ إنه بعمل بلود سمير الكردة الحمراء وبشوف إذا في عنده تترا رينجز أربعة رينجز عنده 1 2 3 4 إذا موجودين هذا الشخص مصاب ببيوسيس داخل الكردة الحمراء. الفرق بينه وبين البلازمودي إنه بيعمل 1 رينج فورم هذا بيعمل 4 رينج فورمز. منطقة تصنيع الجرثومة هاي في الانتستينال تراكت في الجت يعني في الانتستينال تراكت في الجت طبعا هذا التك هذا وبعدين بروح للسالايفري جلاند في السالايفري جلاند بيتحول الى شيء اسمه اللي هاي بريديوم بوديز اللي هو هذا بريفورم بوديز اللي هو هذا عبارة عن فيكتشر ستيج هو بنقل الانسان وبصيبه بمرض البابيوسيس هذا اللايف سايكل. هذا الكلام احنا مش موجود في البكتيريا، البكتيريا عبارة عن موجودة في الطبيعة في كل مكان وبتنقل للإنسان. ممكن الإنسان يعدي الإنسان، هون لا، there are two life cycles. في واحدة اسمها الريزيرفوار، the main reservoir هو اللي بيصنعه اللي هو التيك. والانترميديت هوست اللي هو بيصير عنده مرض هو الإنسان. هذا الفرق بينهم. شايفين هون كردم الحمراء احنا بندوف كردم الحمراء بتطلع في هذا الثيك هذا اللي يعني كردم الحمراء كثيره هون فبتطلع لي واحده زي هاي مثلا 1 2 3 4 دغري انا بعرف انه هذا عنده بابيوسيس. حتقولي طيب هذا فيها واحد هذا فيها اربعه هاي فيها اربعه هذا فيها واحد او واحد مثلا هو لانه لسه في مرحلته قاعدين يعني اول شيء بيكون واحد بعدين بيعمل باينري فيشن بتقسم ديفيجن بتكاثر لغايه ما يصير لي تترا اربعه. فإذا أنا شفت واحدة أو ثنتين فيهم أربعة دغري أنا بعتبره هذا بابيوسيس. 4 رينج فورمز في الريد بلود سيلز هذا المريض عنده بابيوسيس. هذه واحدة من الأشياء اللي هي إنديكيشن. هذا الفرق بينه وبين بلازموديوم فالسيبارم حتى. أوكي اللي هو الرينج فورم فيها التترا. ومن حيث الشكل شبيهة بالبلازموديوم فالسيبارم الفرق بينهم إنه بس انه هذا البابيوسيس مايكروتايب يكون شكله أربعة في بازفر بيكون سنجل واحد بس. واضح؟ طيب نيجي امتى لازم اخلص؟ خلصت؟ خلاص اذا انا بوقفنا هون. طبعا انا في محاضرة اضافية يوم الاربعاء ان شاء الله بعد الفارماكولوجي بنكمل وين بنوصل لغاية هون حيكون فاينل تمام؟ اليوم حيكون في عملي ان شاء الله الساعه 12 بعد المحاضره هاي اللي حتاخذوها. شكرا. في اي سؤال؟